لكن هل اشتعل صراع القمة بهذا الشكل؟ هل المنافسة قربت؟ لكن الكلام عن الفتنة اللي حصلت والكلام عن عقود اللعيبة والكلام عن ما ينتظر الأهلي في الفترة الجاية، المهندس عدلي كان من بدري نفسه مين يدخل معاك؟ ايه؟ كان نفسك مين يدخل يرد على الكلام ده كله؟ مين؟ أنا وشوشتك، ما أنا مش كابتن سيد عبد الحفيظ. طيب يا عم، ما هو كابتن سيد. كابتن سيد. كابتن سيد. يا كابتن عدلي ده كلام. يا كابتن سيد بايعنا، لا يا كابتن سيد بايعنا وسايبنا لهواجسنا. ما تحسش كده، ده كلام. يعني يا كابتن سيد عمال تدي 66 مليون و80 مليون ومستخطر في اخوك حاجه؟ طب انا عندي ازمه هصعب. بدايه بس تحياتي لك يا استاذ ابراهيم والكابتن عدلي، ويا رب يا رب دايما بالتوفيق دايما، وان شاء الله الرحمن ربنا يشفي الاستاذ خالد توحيد. يا رب ان شاء الله كل الدعوات الصادقه ليه يا رب باذن الله ان شاء الله. كابتن سيد، شفنا في اكتر من جرنان الكلام، طبعا بنحييك على التجديد للعيبه وانت. طب ما الاول ناخد تفاصيل بس الاول قبل ما نتكلم، يمكن التفاصيل ترد. هو علي معلول جدد كام سنه يا كابتن؟ علي معلول يعني مدد بقى، لان احنا هو لسه كان فاضل له سنه. فانت من دلوقتي هو فهيبقى فاضل له ثلاث سنين. ثلاث سنين ونص من دلوقتي زيه زي اجاي. ثلاث سنين ونص واجاي نفس الكلام. واجاي نفس الكلام. ده شغل استقرار تستحق عليه التحيه. تلميذ كابتن عادل. بس انت جبت الفلوس دي منين؟ يعني فجاه علي معلول بيجدد ب 66 مليون جنيه، 2 مليون دولار و700 الف دولار كمان. لا 3 قال لك 3700 يورو. ايه؟ ما هو قال لك، هو قال لك هديني الشحات ب 160 مليون جنيه. 60000 مليون. عارف زمان كده كان يقول لك في فيلم الوحيد سيف. لو مش وحيد سيف تقريبا ابراهيم سعفان حاجه كده. عليك عليا بثلاث سنين، انا اربع سنين، خمس سنين، ما حدش بيدفع اي حاجه. صحيح. وبعدين يتقال اصله وليد سليمان غضبان وشريف اكرامي متمرد واللعيبه كلها زعلانه وعايزه تتساوى بالسوليه، عايزه تتساوى بالسوليه وعايزه تتساوى بعلي معلول. بص، هو انت يعني انت في الاول والاخر هتلاقي الكلام ده كتير جدا. يعني لو ما جددتش يبقى انت فاشل في التجديد، لو جددت يبقى انت بتعمل فتنه وسط اللعيبه. اي مخرج من اي كلام اي كلام وخلاص يعني. لكن الحياه بتعلمك كل فتره، وده وضع طبيعي اي انسان في مجال عمله، يعني ما يبقاش بيبص وراه غير ان هو يتعلم، ده يبقى انسان عمره في حياته ما هيتقدم. ففي الحياه بتعلمك ان كل فتره زمنيه لها وقتها. يمكن زمان كنت ممكن تصبر شويه لحد اخر شهر او اخر شهرين من التجديد، وضع طبيعي جدا يعني، كانت الامور مختلفه عن دلوقتي. لكن دلوقتي انت بتعمل استقرار من بدري قوي، رغم ان الناس دي عقودها ممتده لحد سنه ونص. ده في اوروبا بيحصل كده دلوقتي يا كابتن. طبعا ده اوروبا قبلها بسنتين وثلاثه، واحنا بنعمل كده. ما احنا عملنا كده مع كريم جدد. ايوه. وعملنا كده مع محمد هاني السنه اللي فاتت. تمام؟ ووارد جدا نعمل كده برضه، حتى اللي فاضل له سنتين في عقده لسه. فخصوصا بيفصلك في الموضوع ده عامل السن. لو سنه صغير 20 سنه ولا 21 سنه ولا 22 سنه ولا 23 سنه. طيب الارقام اللي بتتردد بعيده خالص عن الواقع، مش كده؟ طبعا، اصل انت بتتكلم على حاجه برضو فيها منطق وحاجه من لا منطق. فانت لو لقيت نفسك رايح للا منطق ودخلت فيه يبقى العيب عليك انت. صحيح. يعني وزي ما قلت لك، انت لو ما جددتش للناس هيتقال النغمه الثانيه، متمرد اللي هو ما عندناش فلوس والنادي فلس، واخد بالك؟ ولو دفع يبقى بيدفع اكتر والناس بتتمرد. وحتى لو من غير تمرد ولا حاجه، يعني ده ممكن الناس تقول لك ده ما كانش مش وقته للتجديد اصلا. تمام. ولو ما جددتش يقول لك لا ده يعني انت مستني لحد اخر ثانيه او اخر فتره. فعادي يعني، انت المفروض الحاجات دي خلاص الواحد يعني زي ما قلت لك اتعود عليها، فما بتتكلمش بقى في كتير بقى، خلاص يعني تعدي يعني. طيب دلوقتي الحمد لله قوه الفريق بتكتمل، اعتقد معظم او كل المصابين الحمد لله كلهم دخلوا تباعا، مش كده؟ تمام. باقي محمد محمود فقط بعد الجراحه اللي عملها، ولا في حد لسه مصاب؟ لا، يمكن لسه طبعا في التلمان شويه. تمام. حسام عاشور برضه سنه. لكن مروان محسن الحمد لله دخل، احمد فتحي الحمد لله دخل، وليد ازارو الحمد لله دخل بشكل كلهم كويس يعني، الحمد لله رب العالمين. انت يعني اعتقد ان انت بتتكلم في
كانت كميه الاصابات بتروح ل 60% ولا حاجه من اللعيبه، وخصوصا اللعيبه المؤثره بالنسبه لك. محمد نجيب برده لسه شويه تمام، لكن انت النهارده الحمد لله بتمثل الاصابات عندك حوالي 10 او 15%، وده وضع طبيعي يعني في العالم كله يعني. الحمد لله رب العالمين. يمكن زي ما انا قلنا واتفقنا من حوالي شهرين ونص فاتوا من دلوقتي، انت كنت بتشتغل على ثلاث عناصر، عناصر مميزه عندك والعناصر اللي راجع من الاصابه والعناصر اللي تم تدعيمها. الحمد لله واصل لدرجه كويسه، مش هي اللي منتظره لحد دلوقتي متى توصل لها، لكن في صعود مستمر. مارتن رافرتي يعني المدير الفني للنادي الاهلي بيشتغل بشكل كويس قوي، حتى المعاونين بالنسبه له وكل الناس سواء كانت المصريين او الاجانب اللي معاك كجهاز معاون، ان شاء الله الرحمن نوصل بحاجه كويسه قوي ان احنا في الختام، بحيث ان احنا في الختام ان شاء الله الرحمن نوصل اللي احنا عايزينه والاهداف اللي احنا رايحين لها باذن الله. انت من البدايه قلت الاهلي عينه على الدوري، وفي من يضحك اخيرا سيضحك كثيرا. هل بعد هذا الفوز السادس المتتالي زاد تفاؤلك؟ بص الموضوع في طريقك انت. انت مش محتاج طريق حد خالص، انت طريقك انت يعني انت ماشي في الطريق بتاعك، لو مشيت ووصلت فيه بدون اي تعثرات ان شاء الرحمن خلاص انت خدت الدوري مظبوط ولا مش مظبوط؟ صحيح. لكن في النهايه في الاول والاخر انت بتلعب مسابقه دوري فيها مباريات ممكن تساعدك او مباريات ممكن يبقى لها حساباتها في اطراف مختلفه تمام. لكن انت وصلت للمرحله الحمد لله رب العالمين ان انت عندك فرقه كويسه جدا على المستوى المحلي والمستوى الافريقي، بتعمل حساباتك على حسب المرحله وبتكون واقعي جدا. يعني حتى على المستوى الافريقي مثلا انت عارف كويس قوي انك بتتاخد على مراحل، كابتن ابراهيم واستاذ عادل كابتن عادل واستاذ ابراهيم بتتاخد على مراحل، مرحله المجموعات غير المرحله اللي ذهابا وايابا تمام. حتى تفكيرك فيها ممكن في دوري المجموعات يعني تريح دماغك شويه، تبقى محتاج تفصل شويه، وخصوصا لما يكون عندك ثلاث اربع مباريات في الدوري زي دلوقتي. رايحين هدفنا كله وتركيزنا كله وضغطتنا كلها في الدوري، بحكم ان البطوله الافريقيه هتستأنف وهترجع يوم 9، النهارده لسه 18، فانت بتتكلم حوالي ثلاث اسابيع او اكثر من دلوقتي، فقوتك كلها لازم تحشدها كلها في الدوري. ده اللي بيتحقق الحمد لله رب العالمين. لكن في اخر المطاف ان شاء الله الرحمن باذن الله انا واثق جدا في شخصيه الاهلي، واثق جدا في شخصيه اللعيبه، واثق جدا في طريقه تفكيرهم، واثق جدا في طريقه الفصل حتى ما بين بطوله والثانيه. اخبار الشناوي كابتن الشناوي الاجهاد اللي كان في الضمه دي؟ الحمد لله برضو النهارده هو كويس، نزل الحمد لله 400. يمكن في التسخين المره اللي فاتت بس الراجل اول ما الشناوي نقل له احساسه على طول فضل ان هو يريحه. انت بتلعب يا كابتن عادل كل ثلاث ايام، فلا قدر الله لو في اصابه. لا لا ده سياسه هائله، بمجرد ما لاعب في شك ولو بسيط بتريحوه، وده الصح طبعا طبعا. لا وكمان انت يعني لا قدر الله دلوقتي لو انت واحد بيغيب في شد ولا مز بتلاقي نفسه بيغيب 7 8 9 ماتشات، لان انت بتلعب كل يعني لو نفترض ان في اصابه هتقعد شهر مثلا، انت اكتر اسم يمكن في العالم لعب في شهر فبراير. شهر فبراير 28 يوم، لكن عندنا احنا ممتد، احنا لعبنا حوالي بتاع انت فبراير بتاعك 48 يوم، لعبنا 8 مباريات في يمكن من اكتر فرق العالم اللي لعبت الشهر ده. تمام. فبالتالي اللي بيغيب او بيجي له حاجه ممكن يغيب بعدد مباريات من كتير مش قليل يعني. اهدار الفرص بالشكل اللي كانت عليه في مباراه الانتاج والنتيجه فضلت معلقه لغايه النهايه، اللحظات اللي كانت اقلقت الناس فعلا، هل الجهاز اتكلم فيها بعد المباراه؟ طبعا مستر مارتن اتكلم مع اللعيبه النهارده فيها، ويمكن كان كلامه واضح جدا في الموضوع ده تحديدا يعني. لهم مباراه كانت خلقنا فرص كويس والروح كانت كويسه، وانا بهنيكم عليها لان كان فيها اصرار كويس قوي. خلي بالك احنا على مدار ماتشاتنا مع الانتاج الحربي على طول كان بيبقى فيها نديه شديده جدا 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 جدا. صحيح. يمكن المباراه دي تحديدا فيها تفوق كبير. فيها تفوق شديد جدا جدا يعني. صحيح. يعني ما افتكرش ان في حاجه ممكن جت علينا تمثل لك خطوره غير احساسك في اخر دقيقه ولا حاجه. احساس بالظبط. الفعاليه انا بتكلم على الفعاليه تمام. ايوه. لكن ما ينفعش ابدا ان انت يبقى في بالسيطره دي كلها وتسيب نفسك لحد اخر ثانيه بكره متشاطه من نص الملعب او كره ثابته ولا غلطه من عندك ولا حاجه ويطلع المباراه تعادل. فده كان درس جامد جدا الراجل اتكلم معاهم فيها طبعا. لكن انا ارجع اقول برضو ان انت في عوامل ايجابيه كثيره جدا في المباراه. اولا في روح عاليه جدا، في استمرار عالي جدا، في تركيز عالي جدا، في هدوء. خلي بالك حتى وانت بتبني الهجمه وبتنهيها مفيش توتر ومفيش عصبيه ومفيش تنشنه. اوكي. يمكن كل الفرص اللي اتيحت لينا
ممكن كان يبقى فيها ممكن مش تركيز في الاخر في اللمسه الاخيره في اللحظه الاخيره، محتاجه دقه اكتر، محتاجه تعاون اكتر، مقبول. يمكن الحاجه الوحيده اللي كنت اخدها هي كره اجاي مع رمضان صبحي، يمكن كره اجاي مع رمضان صبحي كان فيها نوع من الجماعيه الزياده شويه. زياده شويه تمام، لكن لازم تتعلم كويس، وخصوصا في افريقيا، انت في افريقيا كمان وانت بتلعب بره الديار بتبقى محتاج نص فرصه مش عدد فرص كثيره يعني، لازم تتعلم اكيد منها. رمضان صبحي يغيب للانذار الثالث مش كده؟ مظبوط ان شاء الله. صالح جمعه قريب من العوده ولا موقفه ايه؟ طبعا هو موجود، كان مصاب على فكره بقى له فتره يعني، لسه راجع من حوالي 3 ايام ولا حاجه. لكن مشاركته بقى من عدمها مع مستر مارتن يعني. انما موجود في التمرين. موجود. طيب المشوار الافريقي تم تحديد بقى مواعيد السفر لماتش فيتا كلوب. بص احنا هنلعب يوم 9 و16 9 في مارس هناك مع فيتا كلوب. طبعا بتكلم مع مستر مارتن يعني، ممكن يبقى السفر يوم 6 او يوم 7 تمام، وصولنا هناك يعني ان شاء الرحمن يعني. لكن زي ما قلت لك يعني هي ترتيبات سفر وكل حاجه، لكن التركيز كله منصب على بطوله الدوري في الوقت الحالي. كابتن سيد ما تحرمناش من مداخلاتك. لا ازاي يا كابتن علي، انت تؤمر. شاكرين يا كابتن. قبل ما تقول عو هتلاقيني عندك خلاص. دلوقتي انت هتهدى شويه، لسه هتشتغل على بعض التجديدات الفتره الجايه يعني، في حاجه ملحه؟ ما عندناش حاجه يعني، يمكن في ممكن يبقى عنصر ولا حاجه، لكن الباقي كله الحمد لله في استقرار شديد قوي. هنبدا نشتغل بقى على الفرقه الثانيه. ماشي. شكرا جزيلا للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره اللي